المتقدمة الأولى وتتواصل الأشواط الرئيسية الأخرى ومطلق بن علي العنسي. أيها الإخوة المتابعون، تستمر منافسات الشحانية في هذا اليوم وفي هذا الصباح، أسماء عملاقة والشعارات أن تشارك من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المحلي الثالث وضمن هذا الموسم 2024. نتمنى إن شاء الله لكل المشاركين التوفيق والناموس والفوز والانتصار في هذا المحلي وفي المحليات والمهرجانات القادمة هنا في ميدان الشحانية. ننطلق مع رابع أشواط هذا الصباح، شوط لا يقل أهمية عن شوطنا الأول وشوط الرئيسي الخاص بالقعدان العمانيات، شوطا رئيسيا يحمل نخبة من القعدان والشعارات الكبيرة. مباشرة بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول نخوض هذا الشوط، 4 كيلومترات اليوم مسافتنا مع هذا الصباح. المركز الأول، رقم 1، الرقم الصعب، ناصي على المركز الأول، محمد بن حمد بن محمد بن مسعود على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني هناك القسام حمد بن مرشد بن جبر المريخي على المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث هنا يصل مشغل محمد بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع شرط لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري على المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر، من الجانب الآخر هناك تسلل، تسلل في هذه اللحظة للصداوي على المركز الخامس، سلطان بن سالم بن جيم العذبة على المركز الخامس إلى الرابع. والمركز الخامس يبقى في هذه اللحظة، يبقى شرط لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري. هذه النتيجة في هذه اللحظات، هذه النتيجة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات الكبيرة المشاركة. الكل يبحث، الكل يطمع عن تحقيق الناموس. أول الأشواط الرئيسية شوطا خاصا بالعمانيات، ناموسه غير وبالشحانية غير. يا سلام، المركز الأول ناصي، ماركة ناصي على المركز الأول، محمد بن حمد بن محمد بن مسعود على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. حلق في هذه اللحظة، انطلق في هذه اللحظات. المركز الثاني القسام، خطير القسام على المركز الثاني، أداء غير ما شاء الله على المركز الثاني. حمد بن مرشد بن جبر بن محمد المريخي على المركز الثاني. المركز الثالث رقم 3 على المركز الثالث، مشغل لمحمد بن فيصل بن جبر الرمزان النعيمي ويقتل ترم شعار العذبة على المركز الرابع. على المركز الرابع هناك الصداوي سلطان بن سالم بن خجيم العذبة. والمركز الخامس، المركز الخامس شرط لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري. هذه النتيجة مرة أخرى متابعينا مشاهدينا الكرام، أعلنتها لحضراتكم، بدأنا ننعطف تدريجيا إلى خط النهاية. هذا اللي جاي منه، منه اللي واصل في هذه اللحظة، لماح سلطان بن محمد بن ضابط الدوسري. هل الخريب يا بن بريك، هل الخريب على المركز الثالث. قادمين إلى الشوط الرئيسي، إلى الشوط الرئيسي، إلى الشوط الرئيسي. الله، مشغل مشغل مشغل، راحة مشغل، سلالة مشغل، محمد بن فيصل بن جبر الرمزان النعيمي على المركز الأول. انطلق في هذه اللحظة وعصاته ببطانه، وصل 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 وصل، لماح لماح في هذه اللحظات. هل الخريب سلطان بن محمد بن ضابط الدوشري، تابعوا وراقبوا. يا سلام، الناموس راح قريب،
قريبا قريبا الى الخريب الى الخريب. صباح الناموس مع هذا الفوز، فوز هذا البطل، البطل لماح، بطل للشوط الرئيسي الاول الخاص بالعمانيات، يحقق ينتصر يفوز شعار سلطان بن محمد بن ضابط ضابط الدوسري. الله، صباح الخير هل الخريب، صباح الخير، صباح الناموس، صباح الشوط الرئيسي الاول مع شعار الدوسري، يحقق لماح ينتصر يفوز بالشوط الرئيسي الاول الخاص بالعمانيات. المركز الثاني، المركز الثاني مشغل محمد بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي، والمركز الثالث، المركز الثالث وصل القسام حمد بن مرشد بن جبر المريخي. المركز الرابع، المركز الرابع شاهين عبد الله بن سالم بن عبد الله آل نابت المري. والمركز الخامس، المركز الخامس البارق لمحمد بن صالح بن حمد بن صالح بن حديد المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، متعة اللقاية وأشواطنا الرئيسية، كل الأشواط متعة بالشحانية، كل الأشواط متعة وإثارة وشعارات عملاقة. التوقيت الزمني لهذا البطل لماح توقيته كم؟ 6 دقائق 10 ثواني، 46 جزوم إلى الثانية. لماح للسيد سلطان بن محمد بن ضابط آل ضابط الدوسري، وسلام للخريب سلام. المركز الثاني، المركز الثاني مشغل محمد بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي، 6 دقائق 11 ثانية، 41 جزوم إلى الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث وصل القسام لحمد بن مرشد بن جبر المريخي، توقيته الزمني 6 دقائق 16 ثانية، 38 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لكل الفائزين. أشواطنا مستمرة، ومحمد بن عايض العتيبي.